يا صباح الفل يا جمهورية، يا صباح العسل عليكم، وربنا يبارك فيكم، وشكرا لكل حد بيحط لايك للفيديو. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. تطلبوا ان احنا نعمل روتين يومي في البيت، بس اللي انتوا ما تعرفوش ان سحر ما بتسيبش حاجه تتصور، سحر على طول ايدها في الحاجه. فمبدئيا كده حط اللايك للفيديو، ما تنساش تشترك في القناه. سحر بقالها 3 ايام بتبخر. بصوا، من ساعه ما جالها الهديه دي المفروض الناس بتعمل العمره او بتعمل حجه، بتدي هدايا، احنا بقى بيجي لنا محمود وصحة. طبعا بنشكر المس على الهديه الجميله ديت، عاملة لنا باسم يوميات محمود وصحة. المفروض الحاج محمود والحاجه صح. ماشي. وهنا الحاج والحاجه برضو، الله يرحمهم طبعا، الحاج سيد والحاجه نعيمه. دي اجمل حاجه محطوطه، احسن من اسامينا اسم الحاج سيد والحاجه نعيمه. هم اللي منورين المبخره. طيب انا كنت دلوقتي بقول لهم ان حضرتك بما انك ما بتسيبيش حاجه تتعمل في البيت، فاحنا قررنا النهارده نعمل ايه؟ هنبهدل وانت تروقي عشان نعمل لهم بروتين. ده الحل الوحيد صح؟ انا اهم حاجه عايز اعرف اعمل ايه الاول. ابخرك كده من عين الناس. لا لا لا، بص يا جماعه، سحر العظيم ابخرني من حلاوتي. ده انا عجوز يا ابني، الحلاوه مش حلاوه الشكل، ده انا عجوز والله. ده انا خلاص اهو ماشي في ال 40. ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحه يا رب، ويخليك دايما في حياتك. تعالوا بقى اوريكم ايه بتبدا الروتين بقى. ما هو الفيديو ده يا جماعه هتلاقوه ايه، عباره عن اي حاجه بتتعمل في اليوم هتتصور. بصوا حاجة. انا معرفش هي زرعه ايه هنا، معرفش ايه ده، فول ايه دي، هقول اسمها ايه دي. استنى بعد اذنك بقى. انا والنبي لا والنبي سيبيني انا احكي. الورده دي انا كنت، هي دي ورده اصلا؟ والله العظيم دي كانت شجره ورده، كنت واخداها من واحد يعني زميل الولاد، طفل كده، وقال لي والله يا طنط لازم تاخديها. طبعا الله يرحمها اكرم وايتم. هي انكسرت ولا هي اصلا نايمه شويه؟ لا، ما هم دمروها كده، اكيد هتحيا يعني. كانت لونها اصفر. ماشي، يعني هي هتتزرع ولا ممكن ما تنفعش؟ لا لا، هي هتنفع نسائتها. طيب. انا النهارده بقى ان شاء الله هنعيش معاها كل يوم، كله اي حاجه هنعملها. لا لا لا، انسي، تعالوا يا اولاد كده، تعالوا كده، ما احنا مش هنلاقي حاجه نعملها، ما الناس عايزه روتين، يبقى احنا نعمل ايه؟ بص يا محمود، بامانه كده بجد، يعني اول ما الولاد بيصحى الصبح يمشي على المدرسه، انا بيكون بقى ما فيش يعني، خلاص بتبقى الدماغ رايقه، واحد قهوه، واحد نسكافيه، ونظبط بقى الدنيا. على ما بييجوا بيكون البيت نضيف، ما فيش حاجه نعملها. هنعمل روتين برضه. وطبعا الاستاذه انجي اهي، الاستاذه انجي بس ما بتطلعش في الفيديوهات كتير عشان مهتمين بدراستها، هي والاستاذ يوسف اللي قاعد على التليفون بيراجع الدرس. اكيد بتراجع الدرس صح؟ اكيد اكيد انت بتراجع، اكيد ايوه اكيد بتراجع الدرس. واحد فول واحد فلافل، واحد فول واحد فلافل، ومعاك واحد بطاطس محمره. وطبعا الاستاذ اكرم هنخبي منه الريموت قريب عشان مستواه يتحسن، لان هو 24 ساعه بيبقى عايز يقعد على الشاشه ويتفرج على اليوتيوب. هو بص يا محمود، والارنوب اللي مش لاقي حاجه يعملها ده. بص يا محمود، صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. عايزنا نعمل روتين ونعمل لسه في يعني حاجات كده نعملها في المطبخ. حاجات زي هندعك البوتاجاز، هنمسح المطبخ. بص اي حاجه النهارده هتتصور. المهم ان انت النهارده هتاكلنا ايه؟ انا دلوقتي هاخد بعضي واطلع بالعربيه اللي فيها الفار، انا والفار. النبي هاخد الفار الفه شويه. استنى استنى، هناخد رايهم في اكل. انا عايزه اكل. انا النهارده هناكل فسيخ ورنجه. اشتوك اشتوك، اهدي اهدي اهدي. لا انا عايزه اكل الاكله دي. لا لا، اهدي اهدي لا، فسيخ ورنجه مين؟ هي ناقصه الفار، عايز ياكل جبنه. عندنا جبنه. طب والله بروح اعمل جبنه. صح يا اروى، الفار هياكل الجبنه، احنا هناكل. لا بص بقى، بص صلى على النبي. تعالى بقى عشان انا موفر لك حته الجبنه اساسا. عشان الفار؟ عشان الفار؟ والله دي بتاعت الفار. لا الحمد لله، ان شاء الله انا حاسس ان هو مش هيبقى موجود في العربيه. نقعد معاه هو هيبقى فاهم مثلا. اه صح يا ادم، مش الفار هيمسي؟ الفار هيمسي. مش الفار هيمسي؟ صح؟ بص يا صح. نعم. دلوقتي احنا هنعمل حاجه حلوه، صلى على النبي. حاجات. ايه رايكم النهارده ان انا ابقى الاداره بتاعت اليوم؟ يعني على اساس ان انت مش يعني. لا لا، هقول لك على حاجه، يعني انا بمعنى اصح هعمل حاجات انتوا ما تكونوش عارفين بيها، هفاجئكم بقى بمعنى اصح. كفطار، كغدا، لو النبي بعد عن كعشا وعن الغدا. والله ما بهرج. فطار وغدا وعشا وحلو عليا النهارده. انت قاعد معانا طبعا ومطول. اه عشان عندنا مراجعه. طبعا ماشي، قشطه عليك. خلاص هاخد ايناس. ايوه هاخد ايناس وهنطلع نجيب شويه حاجات من السوبر ماركت. أنا ماشي، انا هبقى عارفه. يلا بينا. لا انت مش هتبقى عارفه، انت هتبقى شايفه الفطار لكن مش هتشوف الباقي. النهارده بقى انا هخترع لكم اختراع في الغدا جامد طحن. يا لهوي، جاهزه؟ خلي بالك اللي بيخش العربيه اول حاجه بيعملها بيبص على الفور، شوف اي جديد، شوف اي تغيير،
اي حاجه متقرقده آه. ده بقى النظام بتاعك. اكيد اللي كان قاعد هو ده ادم اكيد. اشمعنى الكرسي علي؟ لا هو بيعمل زي لما باجي اسوق. لا هو سحر بتعلي وقدمه. في اي فر في اي جران عشان ما نزعجهمش بس ماشي. احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي يا حاج يوسف؟ احنا نروح السوبر ماركت مش هم عايزين ياكلوا رنجه وفسيخ؟ اه انا مش هنجيب لهم رنجه وفسيخ. يلا ولا نجيب لهم عشان ما يزعلوش؟ ايوه هات لهم هم حبايبي برضك. لو يوسف عايز رنجه وفسيخ يجيب له رنجه وفسيخ. بص كده اللي انت عايزه هاته وانا معاك. انت بتاكل الرنجه والفسيخ؟ طبعا بالذات الفسيخ. نعم. ده تحفه. لا والله تلزز بيه واحنا جايين من المدرسه في العربيه عمالين نقول هيكون فيه. ماشي ماشي نظبط الزبابيط ونروح نجيب رنجه وفسيخ مش مشكله. مع ان انا مش باكلها بس انا هجيب لنفسي اي حاجه بقى. كل رنجه هجيب لنفسي اي حاجه. اكل رنجه؟ ما بتاكلش الرنجه وعملها سيكا؟ بحبهمش مش بحش منهم. بس انت المره اللي فاتت لما جربتها حبيتها على فكره. حلوه 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 كله خير كله خير. حط لايك عشان الفيديو ده يبقى ضرب نار. الواحد يجيب سجق والله ويعمله شويه شويه طماطم. ايه رايك بذمتك مش جامده؟ صح صح مع شويه بقى بالبسطيل وما بقى. ايه رايك احسن من الرنجه؟ اه احسن من الرنجه. عيال مؤذيه عيال مؤذيه. انت لو خيروك تاكل سجق ولا فسيخ تاكل ايه؟ حواوشي. ده بقى من ده جنب حته ثانيه. حواوشي بس انا مش هزعل صح؟ انا مش هزعل صح؟ يلا يا حاج عم نشوف الخيار والخيار بدل جزء. هاتي خيار هاتي خيار هاتي خيار. تعال احنا نجيب الرنجه يا يوسف عشان صاحب ما تزعلش. يلا مش مشكله. احلى حاجه بقى هنا ان هم عاملين المقاطعه على اجمل وجه. هات لنا الرنجه فين؟ انا كنت شايف صندوق الرنجه. هي الرنجه فين يا احمد؟ حلوه؟ لا مش عايزين فيزيك احنا هنقضيها رنجه هنقضيها رنجه. طب يلا حطوا طب حطوا واحدة بس ما تكتروش عشان انا مش باكل. واحدة فسيخة؟ اه. وهذه هذه كام واحدة رنجة تاني؟ هذي اتنين. هذي اتنين لا اتنين مش هتقطش. هذي تلاتة. تلاتة على اللي انت حطيتيهم. دي فسيخ دي؟ يا بنت الرنجة الرنجة الرنجة. رنجة اهي. حط. هو ده بس. ايوه هو لا يا عم ده طعم. طب يلا يا يوسف يلا يلا قدم قدم. تلاتة رنجة. هاتي واحدة كمان يا بنت يا بنت هاتي واحدة كمان. انت بخيلة ليه؟ ده كل ده فسيخ؟ ده فسيخ. امال انت جايبه الرنجه منين؟ لا جايبه الرنجه منين؟ اهي يا بنتي فوق اهي. الرنجه دي الرنجه. جايبه كام واحده رنجه؟ ثلاثه. وخدي واحده كمان يلا. يلا يا معلم يوسف. يلا يا معلم يوسف. اه هات لنا ليمون ما جبناش ليمون. خد. امسك كده. بالراحه يلا. خش انا بقى اشوف اي حاجه اجيبها. عايزين بن صحيح. ايوه وعليكم. انت بتلعب بقى كده هتقع. احنا فاضل لنا ايه كده؟ ايه انت قلت لك انا كده جبنا ورنجه وفسيخ جبت ليمون. اه جبنا ليمون. لا مش مهم الفلفل لا وليمون وايه تاني وطماطم صح؟ اه على عيش. خش جديه او جديه جديه اي حته سالكه اي حته سالكه اي حته سالكه. على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول. رمسيس 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 يا ابني حاسب تقع. رمسيس رمسيس. هو مفيش غير العيش ده يا يوسف ايمن؟ ماشي هات ماشي هات مرة من حاجة. هاتي هاتي خمس اكياس. في عيش في الدار ثاني هاخد لا لا هو ده حلو. خمسة بس يا هناك. تاكلوا برتقال؟ عادي. اه سفندي ماشي. هات لنا شنطة. طيب هات لنا شنطة حلوة للبنات. شنطة فيها برتقال. شنطة؟ برتقال. خد يا يوسف سيب بقى العربية. على فكرة انت عبينا يوسف افندي. اسمه يوسف افندي. يوسف افندي. عايز ايه يا حاجة؟ عايز ايه يا حاجة؟ كلب لولو. لولو؟ كلب لولو؟ او او عشان ما يكبرش. عايز كلب لولو؟ الكلب يلولو هاو هاو. الله ينور يا حاج صحة. الله ينور. روقت على بيتنا وظبطت الدنيا.
الله ينور يا حاجه. ايه ده؟ وانا جبت لك الاكله يا ست اللي انت بتعشقيها عشان تدعي لي وتخلي كده دايما راضي عني. امي تدعي لي صح؟ ده الله يرحمها، كنت هقولها بس افتكرت ان الله يرحمها. قولي لامك انت عايزه تعملي ايه؟ عايزه اجيب كلبي للروح. ايه رايك في الفكره دي؟ والنبي هتقولي ايه ده؟ هي غيرت؟ اللي عايزنا نجيب كلبي للروح يكتب في الكومنت. هتديهم بوسه ولا مش هتديهم؟ حبيت اديهم. يلا يلا اهو اهو انا جيت لك اهو. انت رايحه فين تدي بوسه لبيه؟ يا راح تدي بوسه ليه؟ مش عارف. هنا هنا ابهروني ابهروني. تعال تعال هنا. يا لهوي تتكسف. بص بقى على الحاجه اللي جبناها وراجع عليها عشان احنا ايه ما بنغرق لما بنروح الهايبر. على فكره انا عملت كذا حاجه وانت مش شايف. عملت ايه؟ حطيت غسيل اغسل. سيبيني حاجه اصورها والله على طول كده عشان ما تجيش بس تقولوا ايه ليه ما بتعملوش روتين. انت جبت عشان ده جميل. هو مفيش غيره اصلا. عندي فوتو غيره. انت عايزه تبقي ايتي دون بوسه. يلا انا اهم حاجه عندي ده. بصي يا جاب ده حبيبي بيروح. بصي بقى انا مش انا عملت لكم الفطار اللي انتوا بتحبوه؟ آه. تعملوا بقى الغدا اللي انا بحبه. ايه هو؟ إيه ناس هتقول لك شكشوكه. يا دي الشكشوكه. لا مش شكشوكه. انا عارف انا عارف. سجق بالطماطم. بصي بقى نجيب سجق اللي عند الجزار وطماطم. انا رايي نعمل شويه محمرين وشويه بطماطم كده. ويا سلام لو عملت شويه رز ابيض وجبنه كبده. يا ده انت النهارده رز ابيض وكبده. ايه رايك؟ يا لهوي بذمتك اكله مش جامده ولا لا؟ تحفه. سيبوني طيب اجهز الفطار. طب يلا. طب ما فيش خياره ما هو احنا جايبين اكل التحابيشي ده. بص جايبين خيار وجبنه استفندي عشان الحر عشان الشتاء. الحر عشان البرد. اه الخيار ماشي. لا اوعى تعطلش. انا مجهز ده الكورن تفرشه الحر. يلا يلا هنا هنا يا عفروت. البتاعه بره. الايه؟ البتاعه بره. بتاع ايه فرشته؟ جدع يا اكرم. سقفه كبيره يا واد اكرم. يلا فين؟ انت فرشت دي؟ انت فرشت الستاره يا زكي؟ انت بتفرش الستاره؟ لا هات الحافظه. هات الحافظه يا اروى. يلا هات الحافظه وافرشيها. هات الحافظه وافرشيها. انا بقى بفكر عايز اجيب البتاع الاستيكر اللي هو بديل الرخام اللي بيقولوا عليه ده. ماشي واعمله للحيطه اللي هناك دي. صح يا استاذ ادم انت والاستاذه انجي العاملين ده كنت تاكلوا ايه؟ فيلا بره بتهوى بيبقى في حد جاي بره. اه في حد كده بره. انت عامله كده ليه؟ مسعانا؟ معانا اول ماموريه عملناها اللي هي الفطار. الحمد لله خلص الفطار. دماغك شغاله؟ كنت عملت ايه؟ كنت جبت السجق والحاجه؟ ما انا ما رضيتش اجيبه بقى دلوقتي قلت اجيبه طازه قبل الاكل. ما هم قالوا لي بس ما رضيتش. كده كده الراجل مش بعيد. يبقى احنا نعمل ايه؟ نجيب الحاجه طازه بطازه. صح يا دودو؟ صح يا اسطى؟ صح يا زميلي؟ صح يا زماله؟ يا مالك؟ يلا نفطر بقى بره كده زي ما سحر قالت ونشوف بقى موضوع الغدا ونشوف موضوع الروتين ونشوف اذا كان في حاجه تتصور ولا لا. بس احنا زي ما اتفقنا معاكم هنعيشكم اليوم كله. قطع بس احنا منورين. انتوا منورين دايما. يا لهوي على الفسيخ. يا نهار ابيض على الفسيخ. ما اعرفش ايه حبكم في الفسيخ. ده انا بموت فيه. موتوا فيه. ده انا بعشقه. ده ادم بياكله. بيحب. مش كده. انا اللي هتظلم في الاكله دي. انت بتاكل الخيار ولا بتودي الخيار؟ حاسس بيقع. الله العظيم احلى حاجه وحظكم الحلو ان النهارده حلو. ان النهارده حظنا جميل. لا في عاصفه ولا هوا ولا اي حاجه. لو الدنيا لو النور قاطع والجو كان ساعة كنت زمانكم بتاكلوا بره جوه زي مش عايز اقول. كان زمانكم بتاكلوا جوه في الضلمه لو ما كانش النهارده الجو حلو. بص يا محمود هتنزل كده على العصره في الليمونه دي كده. اشمعنى بدأتي بالفسيخ؟ لا مش هي دي الفسيخ؟ ده دي الريحه. كل يا اختي فسيخ وادي نفسك. امال هاكل فسيخ وادي نفسك. بص عملنا لك ايه؟ مش هتتظلم. ايوه البطروك ده حطوا لي في الرغيف. انتوا مش جايبين عيش؟ لا هاتوا يلا يلا. هو انتوا قاعدين تاكلوا من غير عيش؟ لا اروى بتجيبه. شاطره يا اروى. اجري يا اروى. بس انا بصراحه اجري يا اروى هات خلاص انت ماما. خد يا يوسف. خد يا ايه ناس حط لي في البطروخه هنا. بطروخه ورشه ليمونه. ايوه بس اوعي البذر. عبده الكبده. ما تنسيش البذر. يلا إيه؟ عبده الكبده. عبده الكبده. ايه عبده الكبده ده؟ معرفش. انت مع نفسك كل خيار مع نفسك. يلا بسم الله. هتيجي ولا مش هتيجي؟ لا ده انا هاخد بس البطروخه دي وخلاص على كده. حلو رضا. طب خليك بقى انت واقف كده. وانا قاعده مرتين جاي وحدي. الله يا سلام. عارفين القعده دي ناقصه مين؟ تتوقعي مين؟ ريماس. البت دي بتفهم صح؟ لا البت دي بتفهم. نيره. لا ريماس بتحب الرنجه. نيره بتموت في الفسيخ والرنجه. ريماس عشان نلعب مع بعض كمان. لا لا كله بالهنا والشفا. شوفكم واخش بقى اشوف شغلي. الله.
السلامه. السلام على نفسكم. تعالى ما عايز يخش جوه في ايدكم البسين. عادي والله العظيم نصر. ايوه وانت تجيب كلور وتغسل وتطلع البريل وتغسل الاطباق دي البسين. ماشي. الله الله الله. شكلها هاوت جامده الرنجه جامده. بصلايا بصلايا مش بحب الرنجه. لا جامده جامده الرنجه بصراحه. دلعه حلوه جميله. الدومه ايه رايك في الموضوع ده يا محمود؟ ايه رايك؟ نعم في نوعين، في رنجه مدخنه وفي رنجه عاديه. اديني عيش انا اللي جايبهم كده متلخبطين. يلا بلنا والشيف خد يا دودو. ايه يا قلبي تعالوا يلا يلا يا اقرب. هو بيعمل ايه؟ انا بلعب بالاستيك بعمل اشكال استيك. بص الصيع التانيين صيع شويه صيع شويه صيع محتاجين حد يربيهم. هوريكي ازاي يمشي شويه صيع. والصيع التانيه اللي حولت الاستفني وده صيع برضه تاني بياكل مع نفسه. تاتا 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 ادم يا ادم. ايه ايه سيبوها يمشي لوحده. بصوا تاتا دودو ما بيمشيش لوحده عالي. لا ما يعرفش يمشي لوحده ما بيتحركش بيخاف لسه ما اتجرأش. سيبي سيبي تعالى يا دودو. انا مش بحرك انا بمسك صباعه انا اجي امشي. تعالى يا دودو. لا سيبيه لازم ايوه هو يمشي لوحده. سيبيه سيبيه اوف كده تاتا ايوه سيبيه يلا هو هيمشي. يلا تعال تاتا ده لو مشي تبقى معجزه. تعال تعال يا ولد. تعرف لو تعال يا ولد تعال يا ولد استني انت دودو تعال يا ولد تعال تاتا حجر. ها 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 ايه سيبي ها معجزي معجزي خطوه حلوه. احنا راضيين بالخطوه دي. احنا راضيين بالخطوه دي يا ولا احنا راضيين بالخطوه والله. يلا تعال تعال يلا ابو لي نفسه تات. يلا ايوه هو بيقول لي نفسه تات يشجعنا. ايوه 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 بسم الله ما شاء الله. يلا يا دودو ما حدش ما تتكلميش بقى عشان ما يبصش ورا. لا استنى يلا استنوا لو قلت له حاجه يلا يلا تاتا تاتا يلا قول له تعالى يا يوسف. يلا تعال خد يا دودو خد يا انجي. هو ما بيحبش الا انجي تاتا ما بيسكش غير فين. طب بص بقى انت عارف اللي هو خايف بعد هتلك هتلك مو كده بتعمل له اه هيجي عليه اه هينزل الارض. تفكيرك تفكيرك مش صح. يلا عالي يلا يا دودو تعال يلا يلا تعال مش تات. ايه ده يلا يا ابني استنى هو مشي خطوه واحده وبعد كده خلاص. عارفه ابوك لو وقف الكاميرا بص على ايه مشي. بص يلا يا دودو يلا طيب حطهم لك على وشك. خلاص هو كده جاب اخره جاب اخره كده. يا ترى هتفرح؟ هتفرح بالمفاجاه دي؟ مش عارفه يا اما نشوف كده. طب يلا بينا. طبعا منورنا النهارده بقى الحاج طارق. يعني مش هقول لكم الكبارة بتاعنا. ربنا يديك طولة العمر يا حاج طارق. خبطوا انتوا بقى وهي ايه ما تشوفنيش انا. شوف هي هتفتح ولا هتبعت عين. انا كلمتها في التليفون وقلت لها ايه يعني انت كده مستخبيه يعني انت كده مستخبيه. عايزين نعمل لها مفاجاه بقى. اه صحيح استني استني. طب ما تستخبى. طب ما انا افتح صحيح. طب ما انا افتح. افتح انت. طب ما نفتح خش على مين هيكون مين ده المفاتيح فين. انا ما خدتش المفاتيح من العربيه. امك فين ابعتهم. يا ولادي ايه يا عفاريت شوفوا خرجوا مبوظ الدنيا الساحه دي. يلا 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 تعال تعال. ايه رايك بقى اتاخر براحتي ولا ايه؟ ده الاكل ده الاكل باظ مني بسبب
حرام ان الانبوبه ما جاتش. يا عم انت بتهزر. ايه ده يا والله اللي هنعملها وياك مفاجاه، بس كنا متفقين مع بعض. ايه رايك؟ ايه رايك؟ مش قلت لك، مش انا قلت لك سيبي اليوم النهارده عليا؟ عامله ايه يا فا؟ ربنا ما يحرمناش من بعض ابدا يا رب. يلا اي خدمه يا حاج. لا وفي مفاجاه تاني. ده لسه تاني؟ ده بقيت الفاميلي ولا ما تقولهاش بقى؟ في مفاجاه تاني هتعرفها كمان شويه. خلاص تيجي المفاجاه نوبه كده. يلا. ما هنعمل ايه بقى؟ ما فات ولا اسمها ليني لسه هنا؟ هو النور قاطع؟ يا نهار ابيض عشان كده. ليني لسه هنا ولا مش؟ الايه؟ ليني بتاعتكم دي اسمها؟ لا ما هنا هنا. هي وحشتك ولا ايه؟ موجوده. عملت ايه يا سحر بقى في الحج بقى وفي الحاجات هناك؟ احكي لك بقى. والله تعالي بقى. تعالي لي يا سحر. لعبت بكره والنبي يا سحر. والله تعبت. رحله عقبالنا دعت لي يا محمود هناك كده والله دعت لك كله والله. ربنا هتكتب في الموضوع؟ لا لا والله ربنا يكرمك كده وتروحيها يا رب. انت وكل حبايبنا اللي بيتفرجوا معايا اللي تشوفوني كلكم وادعوا لنا يا رب. وانت على فكره انت كافحتي وانا عارف ان انت كافحتي ازاي وربنا كاتب لك حجه كبيره. سلم بنسلم عليك يا رب. ايه يا برنس انت لسه صاحي؟ عشان تعرفي ان انا ايه انا برنس. لا 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 والله في العربيه هنروح نجيب. قول لهم ان محمود برنس. محمود ده بطل. لا برنس. برنس طالما برنس ديت يعني قوليها كده. محمود برنس البرانيس. محمود برنس البرانيس. وعلى طول معايا هابيهيس. انا اجيب لها الانبوبه. احلى حاجه في ايه في الدنيا ان انت تعمل مفاجاه لمراتك باقل حاجه ممكنه. ولسه انا قلت لها سيبي لي نفسك اليوم كله اجيب لها الانبوبه بقى عشان خاطر ايه الاكل كده المفروض كان خلاص. يا مسهل الحال. تعالي يا ست الانبوبه. انبوبه الانبوبه. ما كناش نقعد في بيت في غاز طبيعي؟ يلا الحمد لله. يلا حطوا لايك، حطوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو المفاجاه عجبتكم ومبسوطين لسحر وصل الفيديو ده 100000 لايك. يعني انا اجيب الانبوبه وانت تشرب عصير؟ تعالي يا سحر والنبي باللي ريحنا احنا هنقعد خالص من الطريق. ها هنموت في السكه. يلا خد الدودو تعالى كده تعالى اقعد. لا لا الراجل ما عايزين نستنى خايفين لا لا المنجم انت جيب السويه ولا كوبايه؟ خد يا حبيبي كوبايه. يلا تعالى يلا صب لي. خد يا ايناس. مش عارفين ايه نوع المانجا دي. لا لا المانجا هنا جميله على فكره بهلف انا وشيف. انا على فكره لو مش انا مش هتلاقي مش هيبقى في مانجا في البيت والله. اه والله تعالى انت كنت انا ما ينفعش البيت ما يبقاش في مانجا. يا بخيله البنت دي من المانجا ولا لا؟ ما هي ما بتجيبهاش انا اللي بجيبها على طول في اسيبها في الثلاجه تتعسر وبجيب اللي بص بقى المانجا قد البطيخ. استنى بقى يا محمود اما اقول لك ايوه ده قولي. ابراهيم ابني جاب لي بتاعه مانجا قد كده اهو. اه فلقيتها نيه. اه عايزه تستوي. عملت ايه؟ رحت ملفتها وعيناها جيت اشقر قلت ما اشوف احلى اكله ولا حاجه بالليل كده. ما لقتهاش. يا نهار اسود. انسرقت. انسرقت ولا حد كلها؟ دي كله ده قفص كميه؟ اه والله. يا نهار ابيض. إيه يمكن محمود عاملها فيا؟ ماشي. يمكن يا واد يا ابراهيم. يمكن اماني خدت. يا بنتي امان انا عارفه امان انها بتحب المانجا. يا بنتي امان تقول لي والله يما ما خدت مانجا. بس لا طالما نيه مش عارفه تلوم. داني لك في التابع. ما هي سابتها فتره ممكن تكون استوت. يعني قلت اما اروح اجيب فحل اكله بالليل كده قبل ما هم ييجوا. ده زي ما بيقولوا تبقى ليك وتسلم لغيرك. فروحت يا نهار ابيض ولا قال ده انت كنت عينها فيا. قلت لهم لا لا ده انت وحيت ابراهيم. ده حركه ابراهيم. اه والله. وابراهيم قال لي يما من اللي جايبها؟ هو اللي جايبها. اه خدها تاني ازاي؟ قلت له ده حرام نزل خد المانجا مخصوص. لا يلا يلا ايه يا حاج سحر؟ اجلي الاكل اخري شويه عشان في دفعه جايه. ما استنوا بس احنا قسمنا نفسنا اثنين. ما هو في دفعه جايه اللي انت ما تعرفوش في دفعه جايه فعشان ياكلوا مع بعض كلهم مره واحده. والله العظيم. اه يعني هزود بقى. لا ما تزوديش هو الاكل له اكبر كتير بس انت ايه خليكي على الهادي كده. تسلم ايدك. ايه الحلاوه دي؟ طب ايه الحله دي انت عملتي ايه هنا؟ دي ملوخيه بس. ايوه هوبا بقى. ودي بقى ايه فضله خيرك؟ طبعا بسم الله. قشطه عليك. كتري الجزر، جزر كتير عشان احبك واخلي امي تحبك. ماشي ماشي؟ الجزر كتير يا رجل. مفيش حاجة تانية تشغلني على ما يجوا؟
ممكن شويه لب اي حاجه بقى السلام لب هاتوا لنا اللب اللي عينين ما هو اللي اتاخر مش يظلم اللي جاي لسه بقى هم قدامهم كتير مش عارف هنتصل عليهم لو لقوا ما يتاخروا ناكل احنا ناكل احنا مش هيتاخروا على فكره اما نشوف ولا عايزين نعملها فاهم ما نغداش النهارده حلوه المانجا لا انا خد حلوه مانجا لا مش معايا خالص مانجا لا مرقطاه شوف مين يا هارو شوف مين يا هارو يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالاحباب عامل ايه امال الباقي في ايه يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا طبعا انتوا ما بتصوروش الدنيا منوره النهارده ازيك يا باشمهندس عامل ايه ازيك يا عسل عامل ايه يا متوت انت متوت انت بتصوري عادي يا متوت دي بتتصور عادي عامل ايه ايه رايك بشوف الحاجات اللي احنا عاملينها هو انتوا كنتوا مكمرين الحاجه هنا انتوا كنتوا مكمرين الحاجه هنا ده اللي كنت مصورهم يا حبيبي اه مصورهم ليه ده انتوا بهدلتوا يلا تعال تعال اتفضل يا باشمهندس تعال براحتك ما بتطلعوش انت ولا بتطلع لا ما بتطلعوش انت بتطلع ايديك وتطلع بطه بتطلع بطه بتطلع بس بس اي اي عمال ادلعك هو فجأة ايه رايك بامانه والله العظيم تسلم يا محمود اي خدمه حيوه حيوه يعمل بيت ابوه يلا بقى احط لهم الاكل يلا بينا يلا كده احنا ناكل اتاخرت عليكي لا ما كملناش خمس دقايق وجمهم يلا بينا انا بروح انا اخد اخواتي معايا اربعه احلى متعه احلى متعه لما بيكون اهل مع بعض كده اه يا رب لما بيكون اهل مع بعض برضه وياما تلاقي ان شاء الله ربنا يوعدنا ربنا يوعدنا ونطلع كلنا ويوم كلنا نطلع صح ناخد كده فندق من بابه ونطلع في كلنا بس نقعد في الجامع بس هو في الفندق ربنا يكتبها لك يا رب حاجه ملهاش اتمناها وربنا كده يكتبها احنا بنتمنى من زمان والله ربنا يوعدكم يا رب والله باذن الله ايه يا استاذ ايه الطريق كان حلو يلا يا جماعه يلا بسم الله الله ينور عليك يا حاجه صح الله ينور عليك قوي صح والله ما اتاخرت يا بنتي الملوخيه دي ولا والله يا برنسيس المهم ان انت ما تجامليش بس انت على فكره ما كفيتنيش يا حاجه ما كفيتنيش لحد دلوقتي خلي بالك انا ليا مكافاه بعد الاكل ده تعملي لي حاجه حلوه بعد الاكل ده جاي لك سمنه بلدي من الحاجه ام محمد طب سيبنا كام تعملي لي رز معمر ده انت جبتها ايوه ايوه طبعا في جزء ورا الكاميرا بصوا مش هنطول عشان يقعدوا ياكلوا كفيني يلا يا حاج احمد يلا بالله عليك يلا الله ينور يا حاجه صح الله ينور عليك يا جماعه بسم الله ما شاء الله بقى ايه بقى الفنان محمود ما تصورش اللي انا هاكله يا محمود هو انت هتاكل الوركين؟ اه يا دكتور طب خد الصدر عشان حلو اه لغايه الف هنا لغايه الف هنا الف هنا من خد الوركين يلا كلي يا ناس انجي فين؟ انجي ما صحيتش؟ جايه ماشي يلا يلا يا بطوط 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 بتتكسف الله ينور عليك يا سحر عقبال الحجه الكبيره ان شاء الله الله يعقبالكم يا رب عقبالكم يا رب عقبالكم لما نيجي نشوف بقى وانتوا يلا يا جماعه اقعدوا كلكم يلا ان شاء الله يا جماعه كلكم ان شاء الله ربنا يكتبها ليكم للجميع يا رب ما يلا يا حاج سحر لسه في حاجات تاني والله بلاش بص اهو يعني اخر حاجه دي طب يلا يا بابا عشان الاكل ما يبردش يلا عشان خاطر هم مش هياكلوا لما انت تيجي